احلام مواطن في رمضان مختلف تماما بالماده الاعلاميه اللي بنقدمها. هطلع اشوف اول تقرير راجل مفروض انه مخلف 9 زوج وزوجه و9 ابناء وبنات. قصه حابب اوريها لكم، سقيا الماء واحلام مواطن، واحنا بنجيبها من هناك من اقصى الصعيد. يا ترى الناس دي كانت محتاجه ايه، وايه الدعم اللي هتقدمها لهم سقيا الماء واحلام مواطن؟ والراجل نفسه رغم انه مخلف 9 ومعيشهم في الظروف دي، بنته هتقول له وتوجه له رساله ادعوكم لسماحها بتركيز لما تعرف ان ربنا رغم كل الظروف ببارك لك في عيالك. ده المعنى الحرفي للي هتقوله بنته في هذا التقرير. اطلع اشوف التقرير واستقبل بعديه على طول دكتور احمد صبري احد علماء وزاره الاوقاف، عشان هنتكلم النهارده كلام مهم جدا، جايب لنا مواضيع كلها دينيه، تعرفنا يعني ايه جود ويعني ايه مبادرات خير في رمضان. نشوف التقرير واستقبل على طول الدكتور احمد صبري. دايما فرحة الأطفال بتبقى مهمة جدا، وهو ده الهدف دايما من أحلام مواطن وسقيا الماء. زي ما انتم شايفين معايا الوشوش، أسرة مكونة من 9 أفراد، الأبناء والبنات وغير الزوج والزوجة. أنا عايز أعرف أنت اسمك إيه؟ اسمي عبد الغني. عندك كام سنة يا عبد الغني؟ 4. الله أكبر عليك يا عبد الغني، أنت عارف إن أنت ما شاء الله عليك يعني إيه العيون الجميلة دي، ربنا يحفظك. وأنت اسمك إيه؟ حسن. عندك كام سنة؟ 8. 8. وأنت؟ عكسوف. وأنت؟ بطة. عندك كام سنه؟ 23. 23. وانت؟ غادي. ربنا يا رب يحفظكم ويخليكم بقى، مخليها بالك من اخواتك يا بطه. ايوه. انت اسمك ايه؟ هند. عندك كام سنه؟ 11. وانت؟ شه. عاوزه تقولي اي حاجه للي بيشوفونا دلوقتي، اقول لهم رساله منك كده للتلفزيون؟ شكرا. لا احنا اللي بنشكركم، انا مش عاوز رساله شكر، بالعكس انا فخور ان انا موجود معاكم. ربنا يخليهم لك يا رب ويحفظهم لك. كنت حريص يعني، دي أسرة في يوم من الأيام كانت متصورة إن مفيش حد هيجي يعبر عنهم، مفيش حد هيبقى بيقول لهم كل سنة وانتم طيبين. بتبقى هي دي دايما القيمة من أحلام مواطن وسقيا الماء يا جماعة. ولكن النشأ ده لسه محتاج كتير، محتاجين ندعمه، محتاجين نقف جنبهم. زي ما انتم شايفين معايا الأجواء، طبعا البيت محتاج إن احنا نبقى بنساعدهم في موضوع السقف. أعتقد هنا برضو الدنيا بالنسبة لك في الشتاء بتبقى صعبة، صح؟ نطر موت وسقعة. طيب انت نفسك، لو انا قلت لك نفسك في ايه، يعني برنامجي اسمه احلام مواطن، اقول لك انت بتحلمي بايه؟ تقولي لي حلمك ايه؟ نفسي نكملوا بيتنا ونعيشوا حياه جميله ونكملوا ونقف ونجيبوا سرير ودولاب ونظبطوا يعني زينا زي اي حد يحلم عادي. كل اللي نفسك فيه ان انت تكملي البيت وتجيبي سرير ودولاب، دي امنيتك؟ ايوه امنيتي، واكمل تعليمي الحمد لله، واكمل برضك ان انا اسعى لان انا القى وظيفه عشان بكره وبعده اقدر اصرف على اخواتي اللي لسه دول هيكبروا، اساعدهم انهم يحققوا برضك طموحهم. انا بحييك على المشاعر والكلام الجميل ده، انت فوق راسي وربنا يجعلنا سبب نساعدك، وانت يعني بتفكري بانسانيه عشان اخواتك. بجد اقول لك تحيه تقدير واحترام ليكي فعلا. شكرا ليك، وانا برضك على اللي شفته زي ما ابويا سعى علي ان انا يعلمني، انا هساعد ابويا لما اجمع وظيفه عشان اخلي اخواتي يتعلموا زي ما هو واقف معاي برضك، واحنا في الظروف دي ما منعناش من حاجه الحمد لله، وشكرا ليكم انتوا برضك انكم هتساعدونا. انا عاوز لو قلت لك رساله لابوك وامك في الظروف دي وانت حاسه باخواتك الثمانيه غيرك، تقولي لي ايه علشان انا حسيت معاكي ببنت البلد الاصيله من طريقه كلامك؟ والله انا لو فضلت اقول من لغايه ما اموت اشكر ابويا وامي ما وقفوهمش على اللي عاملينه معانا برضك، يعني موفرين لنا كل حاجه واشكرهم، وهقول لاي حد برضك في الموقف ده انه يشكر ابوه وامه حتى لو كانوا بيكسوا عليه عشان يتعلموا، وعشان كده برضك يقفوا معاه ويحبهم من جوا قلبه عمره ما يحقد عليهم. انا اقول شكرا لابويا وامي على اي حاجه عملوها معايا، وهفضل معاهم للاخر برضك. كل التقدير قدام كلامك ده، مش لاقي جمل اقولها لك. ربنا يا رب يحفظهم لك، ويعني يا بختك بالبنت الجميله اللي بتتكلم عنك بالطريقه دي. انت نفسك في ايه في كلمه واحده؟ نفسك في ايه؟ نفسك في تحلمي بايه؟ نفسك تعملي ايه؟ احلم بيتنا يبقى جميل واخواتي يقعدوا فيه. انت نفسك في ايه؟ نفسي ربنا يخلينا ابوي وامي واخواتي بالدنيا كلها. بالدنيا كلها؟ حابب تقول اي كلمه اللي بيشوفوك معايا دلوقتي، الناس معايا على احلام مواطن قناه المحور على التلفزيون سامعينك، حابب تقول لهم اي رساله وانت هنا من العونه من اسيوط؟ من اسيوط ساحل سليم. هقول كل سنه وانتم طيبين ومتشكرين على الرساله اللي وصلتها لنا،
وتشكروا ويودوكم بالسلامة ويجيبكم السلامة وكل عام وانتم بخير. كفاية 9 عيال. 9 عيال المعدن يا باشا. أسرة يعني ربنا يا رب يحفظهم رغم الظروف القاسية، محتاجين البيت يقف على رجله، محتاجين الدعم، محتاجين بتقولك سرير، محتاجين حاجة يقعدوا عليها، محتاجين سقف. ده دورنا احنا كأحلام وطن وسكي الماء إن احنا لازم نقف جنب الأسرة دي. بتوجه بنداء إن احنا هنا فقط مش بنقدم دعم عيني يا جماعة ولا مادي، لا لازم نكمل وربنا يجعلنا سبب نيجي نكمل لهم هنا إن شاء الله البيت ده. إن شاء الله ربنا يجعلنا سبب ونحقق احلامكم، وان شاء الله نيجي تاني واحنا مسقفين البيت ده ومساعدينكم فيه باذن الله.